بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب وبنات. انا الحقيقه بسجل الكلمه دي مخصوص لكل الناس اللي موجودين معانا على النت، على عمرو خالد بيج على الفيسبوك. اي حد بيسمع لبسمه امل وعجباه بسمه امل، احنا دلوقتي في السنه الثانيه، يعني بقالنا سنتين شغالين 365 يوم يوميا بنعرض حلقات فيها قصص في بسمه امل. انا طالب منكم طلب، انا محتاج كل عنده قصه او فكره او قصه شخصيه او حاجه سمعها او قصه فيلم اتفاعل معاه وتاثر بيه، بس طبعا يختصرها في صفحه او صفحتين بالكتير، ويبعتها لنا على الايميل بتاع البرنامج بسمه امل اللي هتلاقوه مكتوب عندكم دلوقتي. تبعت لنا القصه وتكتب اسمك عليها، وهنختار احسن قصص ونقول اسم اللي بعتها، ونقول دي فلان اللي بعتها، ونقول اسمكم، نختار بعض القصص. لكن الحقيقه لان احنا بنشتغل بقالنا سنتين، ولان احنا مهتمين ان البرنامج ده ان شاء الله يعيش سنين وسنين، وبنتكلم 365 يوم زي ما بقول لكم، وهو قايم على القصص، وسواء القصص الشخصيه او القصص الواقعيه الحقيقيه او القصص الرمزيه الخياليه، فاللي عنده قصه في حياته او في حياه او قصه سمعها او قصه شافها او اراها، لو سمحتم يبعتها لنا بأي لغة هو عايز، يبعتها على عنوان البرنامج. هنقرأ أسامي الناس ونقول في الراديو وفي التلفزيون مين اللي باعت القصة، وبكده تبقوا ساعدتونا وساعدتوني أنا شخصيا، وبكده تبقوا شركاء معنا في الثواب، وتاخدوا معنا أجر وثواب الناس اللي هتستفيد من الحلقة دي، ويعيش البرنامج بفضلكم. فربنا يبارك فيكم، نستنى الحاجات اللي هتبعتوها. شكرا والسلام عليكم.